جولتنا الصباحية عبر اهتمامات الصحف في أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين، حيث اهتمت صحيفة أمبيتو بالتوترات بين الحكومة ورجال الأعمال حول مسألة التحكم في الأسعار، مشيرة إلى أنه في خضم التوتر مع رجال الأعمال بالقطاع الغذائي تسعى الحكومة للحصول على توافق من خلال مخطط الأرجنتين للإنتاج لسنة 2030. وقالت الصحيفة أن الأجندة الإنتاجية التي أعدتها الحكومة تتمحور حول ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز تعافي النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل والشمول وتقوية التوافق والتعددية. وفي الأوروغواي ذكرت صحيفة إل بايس أن أغلبية السكان صوتوا لإبقاء على قانون النظر العاجل، الأمر الذي يعد انتصارا للحكومة. وأوضحت الجريدة أن نتائج هذا الاستفتاء عززت سلطة الرئيس المحافظ لويس لاكاييبو خلال الجزء الثاني من ولايته، والمبنية على هذا القانون الذي يحكم قطاعات حيوية مثل الأمن والتعليم وأسعار الوقود ومرونة العملية المالية. وفي البرازيل ذكرت صحيفة أوغلوبو بأن الرئيس جاير بولسونارو قال إنه واثق من فوزه في انتخابات أكتوبر المقبل. وأوضحت الجريدة أن رئيس الدولة شبه المعركة بين اليمين الذي يتزعمه واليسار بقيادة الرئيس السابق لويس إغناسيو لولا دا سيلفا بقتال بين الخير والشر.